وللمزيد عن الوضع الميداني ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث باسم شبكة شام في إدلب وريفها هاني هلال. سيد هاني، أهلا بك معنا. ما هي آخر التطورات الميدانية خصوصا في إدلب وريفها؟ مساء الخير. التطورات هي اليوم كالبارحة كالذي قبله، يوميا قصف في الطيران الحربي. منذ أسبوع تقريبا بدأ النظام عاود استخدام الصواريخ الفراغية للطيران الحربي، حيث يستهدف أي بناء مهما كان مؤلف من عدة طوابق ومهما كان كبير، يسقط يدمر كاملا على رؤوس قاطني. منذ 3 أيام تم استهداف ورشة خياطة كانت تأمن فرص العمل للناس، استشهد ضمنها أكثر من 9 شهداء وعشرات الجرحى. البارحة أكثر من 45 شهيد في ريف الدب، في مزرعة قرب سراقب وفي بلدة تحسن، تم تحت الأنقاض أشلاء. استمرت عملية إجلاء الشهداء والجرحى إلى ساعات متأخرة من الليل بسبب ضعف الإمكانيات التي متوفرة لدى فرق الدفاع المدني في هذه المناطق. أيضا اليوم كان هناك قصف للطيران الحربي على بلدة الهبيط في ريف إدلب، غارة على بلدة البالعة في سهل الروج، أدت إلى استهداف 3 منازل تم تدميرهم بشكل كامل. تمكنت فرق الدفاع المدني من استخراج الناجين، وانتشلوا حتى الآن 3 أطفالهم بحالة متوسطة، ربما تم نقلهم إلى المشافي الميدانية. أيضا كان هناك قصف مدفع من معسكر القرميد على قرية معرزاف في قرب بلدة أريحة. أيضا اليوم ننوه أن مسلسل الاغتيالات في الشمال السوري عاود، حيث تم استهداف المسؤول الأمني لحركة حسم في الجيش السوري الحر، تم اغتياله بعبوة لاصقة في سيارته وأدت إلى مقتله. شكرا لك المتحدث باسم شبكة شان في إدلب وريفها هاني هلال.